الحمد لله سبحان الله، رغم اني جيت غير من تقريبا اسبوع هكذا، والحمد لله حاولت ما امكن اني في هذا الاسبوع نحاول نكثف التدريبات، لان هذه اول مره غادي نشتغل مع الفرقه ديال الاستاذ رامي الزيتوني، وهو مايسترو سوري عايش في المغرب، وحفله والفرقه ديالته تقريبا 24 عازف، واول مره يعني تيحفظوا الاناشيد ديالي، وحاولنا ما امكن اننا نعملوا المستحيل باش تكون في طبق اجمل واكمل ان شاء الله. غادي نقدم لكم 17 انشوده من الريبرتوار ديالي الكبير اللي حاولنا ما امكن اننا نحفظوهم، لانه الوقت كان قصير جدا، وان شاء الله يا ربي تكونوا في في الموعد. واش يكون هذا تصالح مع الجمهور المغربي؟ هو حصل التصالح الحمد لله، والدليل على ذلك انكم انتم دابا محاوطين بيا بحال صافي، يعني صافي راح احتضنتوني، وهذا شيء فوق الراس. ما كنتش نتخيل انكم انتم كتحبوا سيدنا رسول الله بهذا الشكل، وكتحبوا عبد السلام وسامحتوني. وايضا على مستوى المبيعات، يعني التذاكر، يعني نعم الحمد لله التذاكر كلها عن اخر هالفي اي بي تباع من اول يوم نزلوا فيه على الاونلاين، تقريبا في اي بي كله تباع، اللي هو كان 300 درهم ومن بعد ولينا في 200 درهم، كلها تباعت الحمد لله. وانا كنت كنتمنى انه يعني يكون الموضوع فابور، ولكن لانه القاعه كانت غاليه، وهذه كذلك لازم نوه بها انه مدام سقلي مديره الميغاراما كذلك عملت لهم سعر، لان فتح عبد السلام جاي وهذا محسيدنا رسول الله، قالت له لازم نساهم كثير من البارتنير بحياه ريجينسي بيبسي كولا، بزاف الشركات اللي عملت ساعدتنا، اللي جايب الماء، اللي جايب هذا، اللي جايب هذا. فما اجمل هاد اللوحه الجميله، ان كله متحد وفرحان في سيدنا رسول الله. شنو تقول للمغاربه اللي ما غيحضروش؟ غادي نقول لهم واش نوعدكم ان شاء الله، غير ادعوا لي بالصحه والعافيه، اني غنمشي لكل مدينه، كل مدينه ندير فيها حفله. انا ما كنبخلش على ناس اخرين، فما بالك بولاد بلادي، وبغيت حاجه منهم توصلوها لهم، تقول لهم ادعوا لي كل ما تشوفوني، ادعوا لي بالصحه والعافيه. الجمهور المغربي حلاوه، عسل، شوكولات، ماندالين، اي حاجه، ماشي بحال جمهور المغرب، مؤدب مخلق، ولما كتجيب له سيدنا رسول الله كيحمق.